طيب مزيد من التفاصيل عن رحلة حامل وإيه هو البرنامج وإيه طبيعته وإيه المحاور اللي بيرتكز عليها. احنا معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور عصام بشارة مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لشؤون أمراض النساء والتوليد. دكتور عصام مساء الخير. مساء النور أستاذ إيمان، مساء الخير على مشاهديك الأعزاء. أهلا بحضرتك، محتاجين نعرف منك إيه هي رحلة حامل، إيه المحاور اللي بترتكزوا عليها وإيه كمان الحاجات اللي بتتابعوها مع الأم؟ هو رحلة حامل الحقيقة يعني أحد يعني المبادرات اللي إحنا بنقدمها أو هيئة الرعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقدمها للأم، أحد مبادرات صحة المرأة. والحقيقة هي مهمة جدا لأنها بتستهدف سيدات حوامل في منتصف العمر في فترة مهمة جدا من حياتهم، وكمان بتستهدف صحة الجنين، فده ليه تأثير قوي على الأسرة المصرية بعد كده. المحاور اللي احنا بن 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 بنمشي فيها في المبادرة دي بتعتمد أساسا أولا على التوعية، رسائل توعية من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة زي الفيسبوك. يعني مثلا احنا ابتدينا نوصل رسائل توعية عن طريق صفحة الهيئة للسيدات الحوامل عن مثلا عن التغذية المثالية أثناء فترة الحمل، أهمية الغذاء المتوازن. وحنواصل طبعا رسائل أخرى في هذا المجال. الحاجة الثانية طبعا احنا بنقدم لهم كل الخدمات الطبية من ناحية الكشف، من ناحية التحاليل، من ناحية الأشعات. اخرهم زي ما حضرتك لسه في التقرير السابق اللي عرضته افتتاح وحده طب الجنين في مستشفى الاقصر لامراض النساء والتوليد. وطبعا موجود في الاقصر والمحافظات الاخرى اللي شمالها التامين الصحي الشامل. بورسعيد، بورسعيد واسماعيليه، يعني هنبتدي نفتح هذا النوع من العيادات وهذه الخدمه تباعا طبعا. وهتكون موجودة تماشيا مع التأمين الصحي الشامل، يعني كل محافظة ستدخل في التأمين الصحي الشامل تدخل فيها رحلة حامل. بالتأكيد، بالتأكيد طبعا بالتأكيد. طيب فيما يخص بقى الأطفال، وإحنا كنا يمكن بنتكلم عن الأطفال المبتسرين، وكنا بنتكلم عن المتابعة والتجنب أصلا أو الوقاية من فكرة الولادة المبكرة وصحة الأم زي ما حضرتك اتكلمت، والجنين إزاي بتمشي أيضا في هذا السياق؟ ما هو طبعا الولادة المبكرة دي ليها أسباب مختلفة. تجنبها ده ليه علاقة بإن السيدة تبتدي تعمل متابعة منتظمة أثناء فترة الحمل من البداية، ونبتدي نعرفها كمان يعني إيه مخاطر الولادة المبكرة فتتجنب أشياء معينة، تصرفات معينة. وفي نفس الوقت إحنا كمان هنبتدي نحدد الفئات الأكثر تعرضا اللي ظروفهم مثلا يعني سيدة حامل في توأم فدي أكثر تعرضا للولادة المبكرة مثلا. فهنبتدي الناس دول نتابعهم بشكل مختلف ويبتدوا يترددوا علينا بطريقه اكثر انتظاما او يعني بفريكونسي او يعني بمتابعه اكثر من السيدات الاخريات. طيب دكتور عصام، في طريقه اخرى غير مواقع التواصل الاجتماعي بيتم التواصل فيها مع السيدات؟ طبعا احنا كل السيدات المنتفعات اللي بيجوا لنا بيشرفونا في وحداتنا في الرعايه الاوليه او في المستشفيات، احنا عندنا سكرين، عندنا شاشات عرض جوه صالات الانتظار بتاعه المنتفعات، وشاشات العرض دي بتعرض الرسائل دي. لكن الطريقه المثلى يعني عشان تعرف المستفيده او المراه الحامل بهذا المشروع أو هذه الخدمة المقدمة ليها ضمن التأمين الصحي الشامل، إنها تكون موجودة أو تكون متابعة لصفحة هيئة الرعاية الصحية، أو تكون مترددة علينا كمان في الـ في الـ في الـ في المراكز الرعاية الأولية في الوحدات والمراكز الطبية بتاعتنا. وطبعا الإعلام عليه دور كبير،
حضراتكم طبعا دور اكيد في اكيد اكيد. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، يمكن من خلال حضرتك عرفنا كمان ايه هي الطريقه اللي ممكن الام تتواصل مع حضراتكم من خلالها. الدكتور عصام بشاره مستشار الهيئه العامه للرعايه الصحيه لشؤون امراض النساء والتوليد، شكرا جزيلا لحضرتك.